أهلا بكم مشاهدينا الكرام. طاقة الشباب الهائلة هي التي تبني مجتمعات صلبة، فالشباب هم ركيزة الأمة وأساس النهوض بها. تأهيل الشباب لتولي مهام القيادة في المرحلة القادمة بل والحالية ربما هو أحد الأولويات التي تبحث القيادة السياسية عنها للوصول لدولة شابة وعصرية وقوية. في هذا الإطار نرحب بضيفنا الكريم المهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. أهلا بك سيادة النائب. أهلا بك. سيادة النائب، في البداية ما هو الدور الذي تقدمه لجنة الشباب والرياضة للمجتمع؟ أنا أعتقد لجنة الشباب والرياضة هي ضوء تكاملي في المجتمع من خلال عدة محاور. يمكن دي خطة اللجنة أو إطار العام اللي تقدر تشتغل في اللجنة. يمكن أول حاجة طبعا الضوء الأساسي هو الضوء التشريعي، إزاي أنك توفر التشريعات المناسبة سواء كان للشباب أو للرياضة. إن اللجنة مشتقة بشقين، سواء كانت قوانين الرياضة اللي تختص بالتنظيم الرياضة في مصر بالتعاون أو بالتعهد مع المواثيق الأولمبية والغير ذلك المواثيق الدولية، أو بما يخص الشباب المصري من خلال كل ما يخص الشباب، مراكز الشباب أو مبادرات أو كل ما يخصهم من تشريعات. كان ده الجزء الأول. الجزء الثاني طبعا بنختص به وهو الزيارات الميدانية من خلال الكثير جدا من الزيارات إن شاء الله اللي هتقوم بها اللجنة على مستوى الجمهورية لفحص المشاكل، لمحاولة أن هي تقدم حلول عاجلة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي المتمثل في وزارة الشباب. وأعتقد بإذن الله رب العالمين اللجنة هتقوم بدور كبير في ده إن شاء الله، بالإضافة طبعا للأدوار الأخرى المنوط بها اللجنة زي الأعمال الرقابية من خلال طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب أو لغيرها من الأدوات الرقابية اللي هي طبقا لقانون مجلس النواب. ما هي مشروعات القوانين التي ربما تخرج للنور قريبا وتمثل إضافة للشاب المصري؟ طبعا في البداية احنا في دورة الانعقاد الرابع يمكن في مشروعات قوانين مقدمة من خلال ثلاث دورات الانعقاد الماضية بيتم إعادة المداولة فيها وبيتعم مناقشتها ان هي لم تأخذ وقتها من النقاش خلال دورات الانعقاد. في ثلاث مشروعات قوانين مقدمة في اللجنة من بعض النواب المحترمين، يعني تختص بكلها بقضايا الشباب تقريبا، منها توفير قود للشباب، منها أكاديمية وطنية للشباب إلى غير ذلك. لكن كمان في مجموعة من القوانين اللي احنا ناويين إن شاء الله يكون لنا نظرة عامة عليها في اللجنة خلال دورة الانعقاد. يمكن أهم قانون والقانون اللي بيثير يعني الكثير من الضغط حاليا هو قانون الرياضة. احنا بننتظر مقترحات كل الجهات المختصة بهذا القانون، سواء كانت الهيئات الرياضية، سواء كانت وزارة الشباب، حتى لو كانت الاقتراحات من خارج هذا أو من خارج هذا من خلال النقاد أو الصحفيين الرياضيين أو المهتمين بهذا الشأن، فنحن نرحب بجميع الاقتراحات. أعتقد إن شاء الله بإذن الله برضو الحاجة الثانية اللي نشتغل عليها، إحنا بنعتبره خطر بيهدد المجتمع المصري وهو خطر الإدمان اللي بيضرب الشباب أو خطر المخدرات. طبعا دورنا في هذا الموضوع بيكون بالتعاون مع اللجنة التشريعية إن إحنا بنحاول نغلظ العقوبات لمروج المخدرات ولا غير ذلك، وفي النهايه برضه من خلال حملات توعويه اكيد اللجنه هتقوم بها ان شاء الله. ثم بعد ذلك هنحاول نقدم مشروع قانون يحاول يكون له نوع من انواع الاختصاص بين الوزارات المختلفه في ان هي تتعاون مع بعض باذن الله في مواجهه هذه الظاهره من خلال التوعيه ثم من خلال العلاج بالتعاون مع الاسره المصريه، طبعا لان هي الاسره المصريه صاحبه نقدر نقول يا صاحبة المسؤولية الأكبر في رعاية الشاب. يعني سيادة النائب، نحن على أعتاب انطلاق منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في نسخته الثانية، كيف تستثمر مصر مثل هذه المنتديات؟ وبالفعل مصر استثمرت هذه المنتديات، ونحن لسه مش في مرحلة استثمار. كان مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية أعتقد أن هي كانت رسالتها واضحة للعالم، رسالة السلام، تجربة مصر في محاربة الإرهاب، تجربة مصر في محاربة الفكر المتطرف، حتى محاربة الفكر بالفكر كانت لها تجربة رائدة تم عرضها في أكثر من مؤتمر عالمي. وأعتقد أن خطابات الرئيس السيسي في الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة المتحدة في أكثر من محفل دولي كلها بتعبر عن هذا الإطار. خلينا نتحدث في قضية أكثر خصوصا وهي منتدى الشباب أو بما يخص الشباب العالم. أعتقد أنه هو رسالة مهمة لكل شباب العالم، كيفية نقل التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب، كيفية نقل التجربة المصرية في مواجهة الفكر المتطرف، ده مهم جدا. أن تظل مصر كما كانت دائما وأبدا دولة للسلام، دي رسالة مهمة جدا جدا. ثم بعد ذلك زي ما بتنقل الخبرات أن تنتقل إليك خبرات الشباب من الدول المختلفة، كل ما يخص بقى الفكر، كل ما يخص الثقافة، كل ما يخص نوع من أنواع التعاون في كل المجالات ما بين الشباب المصري، فتح
الأفاق بين الشباب المصري والشباب الدولي ده مهم جدا، فتح تبادل الثقافات ده مهم جدا، ثم بعد ذلك أن يكون لديك تجربة متكاملة تستطيع أنك أنت تطبقها في مصر بما يتناسب مع قيمك وعاداتك وتقاليدك ولا غير ذلك. كيف استعدت لجنة الشباب والرياضة لهذا المنتدى؟ يمكن احنا في لجنة الشباب والرياضة من أحد الموضوعات طبعا نحاول دايما نستغلها، مش المنتدى بس لكن منتديات الرئيس، باعتبارها أنها حالة خاصة أو حالة نقدر نقول كده حالة غير طبيعية أو حالة ما تعودناش عليها في مصر من لقاء المسؤولين مع الشباب في لقاء حوار مفتوح حوار صريح حوار يتجاوب أو يتناول كل موضوعات المجتمع. يمكن طبعا كل المنتديات دي من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لنا اللجنة، اللي احنا بنحاول دايما أن تكون هناك رؤية مقدمة لما يمكن أن تقوم به اللجنة من عمل تشريعات، ثم ما يمكن أن تقوم به اللجنة من عمل توصيات لهذا المنتدى يتم رفعها في المنتدى بإذن الله. دي المرحلة الأولى، ثم المرحلة الثانية وهي كيف أن تأخذ توصيات هذا المنتدى وتحاول أن تطبقها في الشارع أو تحاول أنك أنت تطبقها مع الجهات التنفيذية، لأن أعتقد التوصيات اللي بتخرج من حالات نقاشية ما بين الشباب والمسؤولين توصيات مهمة جدا، توصيات بتبقى فيها طاقة الشباب وفيها حكمة المسؤولين، بنقدر أن احنا تكون خط نقدر نسير عليه في المستقبل اللي احنا عايزين نبني بيه مصر الجديدة اللي كلنا عايزينها. يعني سيادة النائب، بصفتك رئيس أحد الأحزاب الفاعلة وهو حزب مستقبل وطن، ما هو الدور الذي تقوم به أو تقدمه الأحزاب لمثل هذه المنتديات؟ حزب مستقبل الوطن طبعا يعني هو كانت رسالة واضحة منذ البداية، وحزب له فكر شبابي، حزب ينطلق بالشباب، حزب يعني يحتل في الشباب معظم تشكيلاته التنظيمية، فأعتقد أنه أحد الأحزاب المنوط بها جدا الاهتمام بهذا الملف. وطبعا في قيادات كثيره من الحزب ممثله داخل منتدى شباب العالم باذن الله. يمكن اول حاجه طلبناها ان يكون في ورش عمل في كل محافظات مصر، وحاليا بتعمل هذه الورش عمل في كل محافظات مصر خاصه بقضايا المنتدى السته بدايه من الملف الافريقي الى كل القضايا اللي سوف تناقش في المنتدى، منتظرين ورقه العمل دي عشان يتم عرضها في المنتدى باذن الله رب العالمين. بنحاول دائما بعد ذلك ان يكون في لقاءات بين شباب الحزب وبين شباب العالم في المنتدى اللي جايين من الدول المختلفه، بيهمنا جدا جدا فتح افكارهم وفتح افاقهم على هذه التجارب الشبابية المختلفة وخاصة التجارب السياسية، باعتبار أن الأحزاب هي الكيانات الشرعية السياسية الوحيدة تستطيع أن تمارس من خلالها السياسة. ثم بعد ذلك توصيات المنتدى أو ما يخرج به المنتدى ده مهم جدا لنا كحزب، لأنه في النهاية بنعتبره دي خريطة نقدر نشتغل عليها الفترة الجاية بالنسبة لقضية الشباب. المنتدى بالنسبة لنا كحزب هو نوع من أنواع جهد عام في ورش العمل، وجهد عام من التدريب والتثقيف، وجهد عام من تناول القضايا المهمة اللي احنا بنعتبرها قضايا وطنية وقضايا أمن قومي وغير ذلك. في هذا العام بعد كل العام من هذه التجارب أو من هذه الندوات أو من هذه التوعية، المنتدى بالنسبة لنا بيبقى المكان اللي بنقدر نستغل فيه هذه التوعية أو بنستغل فيه هذا الجهد الذي بذل خلال العام، أن كل الشباب يخرج طاقاته وأن كل الشباب يعبر عن رأيه. والحمد لله زي ما قلت لك ظاهرة المنتديات هي ظاهرة نقدر نقول كده ابتدعها الرئيس السيسي، هي الظاهرة الأولى من نوعها أنك إزاي تقعد الشباب والمسؤولين في طرابيزة واحدة، أن كل يقول رأيه بحرية، ودي حاجة احنا لازم نستغلها كأحزاب سياسية، وإن شاء الله بإذن الله دايما بنحاول نضعها في إطارها الصحيح. يعني في نهاية حوارنا سيادة النائب، رسالة تريد أن توجهها للشاب المصري؟ يعني دعنا نتفق أن احنا بنتكلم في أن الشاب المصري هو الكنز الاستراتيجي المصري في المستقبل. احنا في دولة 60% تقريبا من تعداد سكان الشباب، دولة لا يعوزها الثروة البشرية زي ما بيقولوا، يعني دائما ودي حاجة بنسمعها من أهالينا أو بنشوفها على كل الشاشات العالمية، أن الشاب المصري بمجرد خروجه من مصر بيبدع تمام أو بيكون دائما مثار إنجاز والنماذج كثيرة جدا جدا. إذن لا خلاف أن المادة الخام للشاب المصري أو التشكيل العقلاني أو التشكيل البيئي للشاب المصري هو من أعظم التشكيلات اللي نقدر نعتمد عليها في بناء مصر. تبقت لنا نقطة، كيفية استغلال هذه المادة الخام في مجالها الصحيح، وهذه نقطة مسؤولية جماعية مش مسؤولية فردية، مسؤولية جماعية تشترك فيها الحكومة بأجهزتها التنفيذية وتشترك في مجلس النواب بسلطة التشريعية وتشترك في الأسرة المصرية بسلطتها التربوية، تشترك في كل هذه السلطات. أنا عارف أن الشاب المصري هناك الكثير من المعوقات والأحلام والتحديات الاقتصادية اللي بيصطدم بها بمجرد تخرجه من الجامعة، زي البحث عن العمل ثم البحث عن الزواج ثم البحث عن كذا ثم البحث عن كذا في رحلة مليئة بالمتاعب. لكن الرسالة الأساسية اللي لازم تتوجه له، ما فيش حد بيحاول ينجح وما بينجحش، ما فيش حد عنده القدرة على أن هو يستثمر مواهبه في مكانه الصحيح وما بينجحش. في نماذج كثيرة جدا ناجحة في مصر يجب تسليط الضوء عليها،
في نماذج كاسية جدا في مصر، نماذج تربوية ناجحة نقدر نجعلها نماذج أو صناعة نموذج البطل زي ما بنسميه كده، إن إحنا يكون عندنا هذه النماذج لابد أن تخرج إلى النور، لابد زي ما بنصدر بعض النماذج السيئة كثيرا على السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي، لابد من تسليط الضوء على النماذج الناجحة. الشاب المصري قادر إن هو يعبو كل الحواجز، قادر إن هو يعبو كل التحديات، فقط أن يحصل على الثقة ويحصل على المسؤولية الجماعية زي ما بنقول. ولازم في اللحظة دي إن كل المهتمين بهذا الشأن يقعدوا على طابزة واحدة، يتناولوا الملف بشكل عقلاني وبشكل منطقي، عشان نقدر نحافظ على الكلمة اللي أنا قلتها في الأول، كنزنا الاستراتيجي هو الشباب المصري. مهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بنشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا يا فندم، العفو. وشكر بالطبع موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. أنتم في أمان الله.